الاستاذ محمد من كفر الشيخ. استاذ محمد مساء الخير. ايوه حضرتك اتفضل يا فندم. بس كنت عاوز اسال حضراتكم الثلاثه يعني بالبدل الشيك اللي هم لابسينها. انا عاوز اعرف هم عاملوا ايه في فتره الوزاره للشباب، كانه ممثل للشباب عاملوا ايه للشباب. وعاوز اسال كل إيه سؤالك معلش مره ثانيه انا ما فهمتوش. عاوز اعرف هم عاملوا ايه للشباب. عملوا ايه للشباب كممثل للشباب تمام. في الفتره اللي هم قاعدين في الوزاره. ثانيا عاوز اعرف يعني كسي في صغير كده عن كل واحد فيهم عشان اقتنع بطريقه اختيارهم. تمام. لان شكلهم العام كده شكلهم دبلوماسيين مش شكلهم ممثلين للشباب. طب ما هو ده كويس. ما هو كويس. ما فيش حد فيهم شكله يعني ابنه يعني باباه فلاح باباه عامل وصل لمرحله بممثل للناس اللي تحت. وحضرتك عايزهم علشان يكونوا ممثلين للناس اللي تحت يجوا مثلا بقميص مقطع يعني مثلا ولا ايه؟ لا طبعا. انا بشكرك. شكرا يا استاذ محمد من كفر الشيخ. انتوا جايين شيك ليه؟ بجد.